الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر أهلا وسهلا الحباب، كيف انتم؟ على بس عليكم بخير، أمركم مزيانة، نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بتمام الصحة والعافية، وعيدكم مبارك سعيد إن شاء الله، تعيدوا بالصحة والسلامة والعافية وبطول العمر، وإن شاء الله اللي كيتمنى شي حاجة إن شاء الله يوصلها، واللي عيدوا في المغرب بصحتكم وراحتكم، اللي مشاو للبلدان ديالهم يعيدوا فيهم بالصحة والراحة، واللي عيدوا غير هنايا بحالنا حتى هما بصحتهم وراحتهم، حتى حنا هذا العام كتب أننا نعيدوا غير هنا، أول عيد لينا عيد الأضحى هنا في فرنسا، أول عيد الصراحة، صراحة كنا مولفين واحد الأجواء، جانا شي شوية في شكل مازال العيد رمضان، سبق لينا عيدناه، مي هذا عيد الأضحى أول عيد لينا هنايا، الحمد لله على كل حال. بالنسبة لينا بعد الحولي ديالنا جا على الصباح، بعدا يا ختي جانا مع العشرة د الصباح، العشرة ونص د الصباح كان صافي مذبوح مقاد هنايا في الدار الحمد لله. مهم لقيتوني دابا صافي، أنا شاركت معكم الفطور ديالنا، لقيتونا غادي نبداو إن شاء الله نبداو العمل. بالنسبة لي أنا راني لبست العباية ديال شيئين، شوفوا كيفاش كتجي غزاله وراقيه، والله الا فنه الصراحه عجبتني، ما عرفتش كيفاش ندير نصور لكم راسي، المهم انا غنشوف الا قديت، تجي فنه وراقيه واللوين ديالها كيجي غزال. المهم صافي هادشي اللي كاين، المهم لقيتونا دابا ان شاء الله غادي نبداو، نتوما عارفين العيد ديال هاد العيد هذا ماشي بحال العيد ديال رمضان، عيد الاضحى ماشي بحال. دابا صافي لقيتونا غادي نهبطوا ان شاء الله، غادي نهبطوا للجرده تما فين غادي نشويو، الحمد لله والله الا هاد الجرده كتنفع هي نفعت دابا ان شاء الله، غادي نهبطوا تما غادي نديروا كل شيء وعاد نكسع نكمل معكم لا فيديو. المهم خليكم معايا، عرفتوا هبطنا هنا، لبست عليا بدلت عليا باش نشويو زعما هنا، وجاني حل الجو تغير الله يحفظه، صافي ما طيحش علينا الشتا. المهم لقيتونا عاد غادي نبداو، هبطنا للحولي حتى هو غنوريه لكم، زعما هبطنا غنعلقوه هنايا نخليوه يقطر على خاطرو وعاد زعما نجلسو نشويو. ايوا المهم في يد الله. بالنسبة للحولي ديالنا هو هذا، بغينا نعلقوه زعما كنقلبو فينا نعلقوه هنا زعما في الشريطة، قلنا نعلقوه في ديك البلاصة، إيوا حنا نشوف على الله ما طيحش الشتا. صافي أنا عاد هبط زعما نقاد هاد البلاصة نجلسو فيها. Thank you.
المهم الحباب هنا لقيتونا صافي علقنا الحولي كما كتشوفوا معايا وغادي نغطيه، راه ما غاديش نخليه بحال هكا، غير بغيت نوريه لكم. ما شاء الله الحيمه ديالو باينه غزاله وحتى ما فيش شحمه بزاف الا لاحظتوا. وبالنسبه لينا حنايا راه خديناه من جيفورس، هاد البلاصه قريبه شي شويه هنا ليون، تما ذبحوا كلشي وجابوه زعما الصراحه بكري، جا الصراحه الحولي بكري. غير هي واحد الحاجه اللي حنا ما كناش عارفينها، ان الواحد خصو يمشي بكري، بما ان قلت لكم اول عيد عندنا الفطر هنايا، ماشي الفطر الاضحى زعما عندنا هنايا، فمازال ما عارفينش بزاف الحاجات ما نكذبش عليكم. مشينا شويه معطلين باش غادي نشريو، الناس اللي كيعرفوا يعني مشاو على بكري باش كتشوفي الحولي يعني كيكون شويه اصلا كبير، لان نفس الثمن كيكون عند الحواله كاملين، غير هما يعني الكبار كيمشيو في الاول، اللي كيعرف راه كيمشي كيشوف الحولي كبير. مي حنا هادشي اللي كتبنا الحمد لله، وان شاء الله ربي يتقبل منه ومنكم هادشي اللي كاين، هذا هو الاساس. هنا لقيتوني جيت صافي باش غادي نبدا نقاد في الكبيده، راني ما كنعرفش بزاف هادشي، وخصوصا مره في العام يعني ماشي دائما الحاجه كديريها باش غادي تولفي عليها، مره في العام فين كنقادو هادشي الحولي، فما كيجي فين يدور العام حتى كنكونوا نسينا. هنا كنوريكم غير الشحمه، كيف ما شفتوا الحولي راه في مره ما فيش شحمه بزاف يعني نهائيا، ما لقيت حتى باش ندير القديد ولا والو والله لا. مهم هذه هي الشحيمه دبو الفاف، ما قداتناش في مره، ولكن ماشي مشكل، لان احنا اصلا غير حنا والوليدات، وولادي اصلا قليل فين ياكلوا لك شي حبه ولا جوج اصلا وصافي، وما ما كياكلوش غير حنا وصافي. مهم هاد الشحيمه هادي قداتنا في النص ديال هاد الكبده وهادشي، والنص الاخر درته بطريقه اخرى. مهم هنا صافي صافي، هنا المجمر ديالي زند كيف كنقولوا، وبديت كنشوي المهم الطريقه العاديه ديال البولفاف. وهنا خديت القلب غادي نقطعو باش هكا غنديرو قطيبات لولادي هكا ياكلوه، وكنقطع وكنكتشف الا لاحظتوا هنا في الفيديو، كنقطع وكنشوف شنو كاين لداخل وكيفاش داير القلب. فيا الطبيعه دائما ملي كنجي نقطع شي حاجه كنبقى نشوف شنو كاين لداخل، واش نتوما بحالي قولوها لي. مهم وكنوري لولادي وكنبقى نقول لهم سبحان الله العظيم، شوفوا هنا شنو كاين، شوفوا هنا شنو كاين. ايوا الحمد لله على نعمه الله سبحانه وتعالى. الا لاحظتوا هنا شويه الدبان راه جرع عليا ما نكذبش عليكم، شو واحد الفريخ في لقيناه مخبع مسكين ما عرف مالو، واخا كنهضروا معاه والو زعما بغيت نهزو نعطيه الماء والو ما كيخليناش نقيسو، شو مسكين فين مخبع. شفتوا البنات هذا الفيديو هذا؟ قسما بالله حتى الزمني يا سبحان الله، عرفت كنت واقفه تما حدا الشوايه وهذاك الطوير حدايا، قلت لولادي جيبوا له الماء مسكين هنا، انا وريته لكم وصافي انا واقفه هو تما كيعرج برجلو مسكين، راه هو انا نوريه لكم. وجا واحد الطير اخر كحلها نتوما شفتوه، جا وقف ومشى، وانا لاحظ بان شي حاجه عنده فمه، سمحوا لي واحد النحله اوف، وانا لاحظت شي حاجه عنده كحله في فمه، ما عرفتش كنبان لكم شي حاجه كتحرك في فمه بحال شي حشره، وجاي عنده. انا في الاول كان كيسحب لي بغى ياكلو، درت له هكا بغى زعما ياديه ولا ماشي ياكلو، بحال هكا مشى فحالو وقف غير هنايا قريب، وانا نشوف شي حاجه كتحرك في فمه، جات لي في بالي قلت هذا واقيلا بغى يعطيه ياكل، وانا نجي جلست وتكلميت مبقيتش زعزعت. ويجي انتم صورت لكم الفيديو يا سبحان الله، ومسكين ما كيقدرش يتحرك ما كيقدرش يمشي والله العظيم الا زعما شنقول لكم، يا سبحان الله يا سبحان الله، يرزقكم من حيث لا تحتسبون، والله العظيم الا رزقه هو مسكين هو ما كيقدر يطير، عرج ما كيتحركش، وجا الطير حتى لعندو جاب له ياكل ومشى، يا سبحان الله. انا والله الا نبقى مشوكيه من هذا المنظر هذا سبحان الله العظيم. المهم انا جيت لهنا الضليله ونهضر نكمل معكم الهضره، الشمس ضراتني في عيني، قلت لكم ها هو واحد اخر جوج بهم هما عاود كيجيبوا لهم الطيور هكذا ياكلوا سبحان الله العظيم. والله الا انا بقيت مشوكيه في هذا العيد سبحان الله العظيم.
الله العظيم، زعما اللي يدير اليقين ديالو في الله سبحانه وتعالى، راه هو الرزاق، هو اللي عالم بيك فين ما كنتي، في اي بقعه في الارض هو اللي عالم بينا، هو اللي حاس بينا، وهو الرزاق. الله العظيم، زعما بعض المرات كتكوني جالسه حتى كتجيك شي حاجه كتشوفيها بحال هكا بعينك، صافي كتبقي مصدومه. دابا انا بقيت غير بوحدي، ولادي طلعوا، راجلي مشى للجامع، وانا كنكمل في هذا باش صافي ان شاء الله نجلسوا نتغداو، وانا نتصدم والله العظيم. مش غنقول لكم واحد الحاجه، كنت غير بوحدي وشفتها بعيني، سبحان الله العظيم، جاب له حتى الفمو عطاها له، كيف ما قلت لكم اللي يعرف يعرف الله سبحانه وتعالى في اي حاجه. راه ما كاين لا فلان غيدير ليا، ولا فلتان غيدير ليا، ولا كنتسنى من الاخر، ولا هذا لا ما خصنيش نعاتبه، ولا حقاش غيدير ليا ويعمل ليا، والو والو. اللي يعرف يعرف الله سبحانه وتعالى، اليقين في الله سبحانه وتعالى، هذا الشيء اللي كاين. وسبحان الله اللي كيرزق، يعني كما نقولوا الحيوان عاد الانسان اللي حنا زعما، شكون هادشي اللي حنا زعما، ما يعني الله سبحانه وتعالى يعني كيف ما نقولوا يعني فضلنا عليهم، هادشي اللي كاين. ايوا صافي، هادشي اللي كاين. نكملوا العيد ديالنا انتوما معايا. ايوا يا المشاهدين، بقيت مقابله الطيور، حتى كنت غنحرق كلشي والله الا لا لقيت الكبيده على شويه، ومبقاو بلا عيد. الحمد لله ما تحرقات، تحمرات شي شويه مهم، ولكن بقى مزيانه. مهم هنا لقيتوني صافي، جيت بديت كنقاد في الكبده هكا، باش صافي غادي ان شاء الله نقاد بولفاف، وغادي نطلع باش غنقاد ان شاء الله واحد السلطه، عاد غادي نهبط باش نعاود نشوي كلشي. ما غاديش ناكلو في الجرده، لان كيف ما شفتوا معايا الدبان شي شويه برزطني، وعرضت عليه العيد دوزو معايا، والله الا ما عرفتوش منين نخرج، ما مولف كي يكون عندنا هذا الدبان بحال هكا، وعاد انا راني منقيه، ما كنخلي لا دم لا حتى شي حاجه، زعما كلشي نقي، باش هكذا ما يتجمع عليا لا دبان ولا والو. ولكن جا عرضت عليه بلا ما نحس. المهم هنا لقيتوني غادي نشحر هذا المحار، هذا غنصوطيه بشويه زويته وزيت زيت الزيتون ومليحه، شويه الثومه، شويه الابزار والقزبر ومعدنوس، صوطيته هو والجمبري او الجامبا، وما تبقي ديال السلطه راني وجدته البارح باش يجيني هكذا سهله. صافي هنا غنبدا كنقاد في السلطه، الا زدتو فيها هكذا الحوت بالطريقه كتجي راقيه وكتجي مغذيه وكتجي مزيونه صراحه، بما انه الحراره. وبالنسبه لهذه السلطه هذه، راني هذا الشيء كان عندي في الدار، يعني ما ماشي مشيت كان وين كنتسخر، ولا صراحه ما تسخرتش هذا العام. الا لاحظتوا راه ما شاركتش معكم شي فيديو ديال تحضيرات العيد. بالنسبه للعطريه ديجا عندي في الدار، كنت جبتها من المغرب، كنخليها في كونجيلاتور، كتبقى جديده، ماشي جديده زعما، كتبقى طريه وبهكا بالنسيمه ديالها صافي يعني. وبالنسبه لهذا الشيء حتى هو كان عندي في الدار، يعني قدينا باللي كاين في الدار، هذا الشيء اللي كاين. هنا لقيتوني عاود بطاطا، حتى هي درت ليها غير شويه الليمون وزيت الزيتون ومليحه وشويه الابزار، حتى المحار والجمبري راه درت فيهم هذا شويه الابزار، غير نسيت ما قلتهاش، وشنو اخر درت فيهم شويه الليمون، نسيت ما قلتهاش لكم. صافي بالنسبه للخيزو حتى هو قطعته على هذا الشكل، حتى هو سلقته ونفس التوابل. بالنسبه لهاد اللوبيا كتباع يعني مجمده طريه، ولكن مجمده ما بخرتهاش، درتها في المقيله نيشان، صوطيتها مع شويه زيت الزيتون، الابزار، مليحه، شويه الثومه، شويه الربيع، شويه السودانيه، وشويه ديال البابريكا او التحميره، وخليتها في نفس الوقت كطيب وهي كتشحر. صافي جات بنينه، احسن من انك تسلقيها عاد تشحريها. وهنا خديت هاد لي بات هادو اللي كيجيو بالخضر، زعما فيهم الباربا، فيهم السبيناكا، فيهم بزاف د الحاجات. صافي سلقتهم، صراحه كنت غندير حاجه اخرى، ولكن ولادي بغاو لي بات ودرت لهم هادو، سلقتهم هكا وضفت ليها شويه التون وشويه ديال المايونيز. صافي هادشي اللي عملت فيها، ما درت فيها بزاف الحاجات، صافي ديجا هي راجتني تبارك الله كافيه. وهنا خديت شويه التكتوكه ديال الطماطم والفلفل اللي شويتهم هكا في الفران وقديتهم، هادشي كامل راه قديته ليله قبل باش جاني ساهل. البنات راه ما يمكنش هادشي غنعملو في نفس النهار، كيف ما كتعرفوا السلطه راها كتاخذ شويه الوقت، راه ماشي ساهل باش ديريه سلطه، يعني كتاخذ شويه الوقت. بالنسبه للباربا حتى هي سلقتها ودرت ليها غير شويه الابزار ومليحه، شويه الليمون، شويه القزبر ومعدنوس. صافي هادشي اللي كاين. وهنا زوقت او التزيين ببيض ديال السمان،
المهم نتوما كتزينوا بالطريقه اللي بغيتوا وكتقدموا السلطه بالطريقه اللي بغيتوا، هادو كيبقاو غير افكار. زينتها بالسلمون انتوما كتشوفوا وبالسوريمي، صافي وجات مشبعه وجات غزاله صراحه. وبالنسبه للقطيبات ديالنا راه نسيت ما وريتكمش فاش كنت كنشويهم، فاش هبط الجرده نشويهم، مهم نسيت. بريد اتاي ضروري مع المشويات، واخا انا ما كيعجبنيش بزاف اتاي مع المشاوي، مهم ضروري الزوج ديالي كيبغيه وانا هكاك حتى انا مره كنزعم عليه وصافي. وكان هذا هو الغداء ديالنا، بالنسبه لهذا الخروف اللي درت فيه المليحه، هذا هو اللي كنت خديت من شي اين على شكل مبخره، وحيدت له ديك الشي ديالها ديال المبخره ودرت فيها هكا المليحه. هذا الشيء علاش خديته انا في الاصل، يعني كنت قلت غادي ناخذها على حساب العيد، سواء ندير فيها العسل مثلا، سواء ندير فيها المليحه والكمون، شي حاجه بحال هكا. وحتى واحد الصديقه راه كانت يعني نفس الشيء قالت لي في التعليقات، قلت ليها بحال الا علمك الله هذا الشيء حتى انا علاش خديته. صافي هذا الشيء اللي كاين. المهم بالنسبه للغدا ديالنا البنات، تغدينا ومشيت ضربتها باحسن نعسه، انا كنت عييت فريمون الصراحه، ما قدرتش نزيد نكمل. ومن بعد ملي فاقت درنا هكا الكوتي وقطعنا الحولي ديالنا. بصراحه ما درت لا قديد لا حتى شي حاجه هذا العام، لان الحولي كما شفتوا معايا ما فيهش الشحيمه، ويعني الحولي ما كبيرش بزاف، يعني يلاه قدنا. مهم صراحه خليته هكا، قلت من بعد ان شاء الله ونشري اللحم هكا ونقاد القديد، لان انا كيعجبني القديد. وكنت غندير العشاء ساعه، حتى شي واحد ما بغى يتعشى، ما عرفتش علاش شافوا الحولي ولي تخلعوا، حتى شي واحد ما بغى ياكل. صافي واصلا كنت موجده هاد التحليه، لان فاش تغدينا ما قديناش عليها، قلت غنخليها حتى الليل وصافي. وهاد الفلان هذا راني ديجا وجدته معكم شحال من مره في القناه، ورافقته هكا بشويه ديال الفواكه، كان هذا هو العشاء ديالنا، لان حتى شي واحد ما قدر ياكل. وصافي كان هذا هو نهار العيد ديالنا، داز على هذا الشكل هذا، شاركته معكم بالتفاصيل. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالنا، وغنقول لكم مره اخرى عيدكم مبارك سعيد، تكونوا عيدتوا ان شاء الله بالصحه والهنا وطول العمر. صافي وهنا غيوقف الفيديو ديالنا، ما تنساوش الا عجبكم لا فيديو البنات ما تنساوناش من لايكاتكم ومن بارطاج، باش هكذا يعني العائله ديالنا تكبر، واللايك ديالكم للتشجيع. هذا ما كان، غنخليكم هنايا وغنقول لكم نتلاقاو في فيديو قادم. بالسلامه عليكم.